في حدود منتصف ليل الخامس من يوليوز توقفت عند احد مطاعم باب برد حافلة للمسافرين انطلقت من تطوان. نحن في العام 88-900 وألف. المسافرون على تلك الحافلة قاصدون الى الحسيمة والناظور، وربما كانت ترجيست وجهة عدد منهم. نزل اغلب الركاب وتفرقوا في ارجاء المطعم، ومنهم من مضى الى دورة المياه، بينما بقي في الحافلة عدد قليل من المسافرين اغلبهم من النساء. في الكراسي الخلفية بقي شاب لم يكن الضوء الخافت يسمح بتبين ملامحه بوضوح. كان يسافر معه شاب اخر نزل الى المطعم، ثم في لحظة ما نهض الشاب من مكانه وتقدم مسافة صفين من الكراسي وانزل من القمطر حقيبة يدوية. لم يكن ما قام به ليثير الانتباه، لم يعد الى مكانه، بل حمل الحقيبة وعلقها الى كتفه ونزل من الباب الخلفي. مر كل شيء دون اثارة الانتباه. بعد ان انتهت مدة التوقف كان يسمع من بعيد منبه الحافلة. التحق المسافرون بمقاعدهم. قبل ان تتحرك ارتفع صوت رجل يعلن ان حقيبته سرقت. كان صراخه يعكس حسرة واضحة. تقدم مساعد السائق بين الصفوف. كان الرجل قد انخرط في حالة صراخ هستيرية. وفي لحظة ما سمع وهو يقول: في الحقيبة 25 مليون سنتيم. أسف بعضهم لأسفه وصمت أغلب المسافرين. وقد يكون منهم من استغرب أن يحمل الرجل ذلك المبلغ الهام من المال في حقيبة يد ويتركها في القمطر وينزل لتناول وجبة العشاء. كان مساعد السائق يحصي الركاب، وهي عملية يقوم بها بعد مغادرة كل نقطة تتوقف بها الحافلة. وسرعان ما تبين له نقصان راكبين كان في الصفوف الخلفية. لم يعد هناك من شك، الراكبان اللذان لم يلتحقا هما السارقان المفترضان. دار في الحافلة حديث هامس. منهم من قال ان من سرق الحقيبة كان يعلم ما بداخلها، ومنهم من لم يستبعد ان يكون السارق لم يسافر الا لتحين الفرصة. عرض على صاحب الحقيبة ان يسجل شكاية لدى مصالح الدرك في باب برد، ولكنه رفض. كان يرافقه شخص اخر ظل صامتا، ثم همس في اذنه بكلمات، ولعله اقترح عليه ان يمكث في باب برد حتى الصباح وان يتدبر الامر. نزل وواصلت الحافلة طريقها. في تلك الساعة المتأخرة من الليل لم يكن امامهما سوى اتخاذ مكان في احدى المقاهي اتقاء البرد وان ينتظر الصبح. مع مرور الوقت هدأ الذي سرقت حقيبته. بدا الرجلان وقد توصلا الى خطة لاسترداد ما ضاع. قصد مركز الدرك الملكي وسجل شكاية ضد مجهول، سجلها الذي صرخ لما افتقد الحقيبة. اسمه ميمون الزراق، محل سكناه جماعة إيساجن. وقد صرح بأن الحقيبة كانت تحتوي على أغراض شخصية وبها أيضا مبلغ من المال قدره ب5000 درهم. رفيقه الذي كان يناديه بمحمد ظل يراقب ما قام به صاحبه. وبعد ان اتم هذا الاجراء الذي يبدو انهما قاما به دون انتظار عودة الحقيبة، قرر الرحيل عن باب برد. وعوض مواصلة السفر الى إيساجن قرر العودة الى تطوان، بل والاسراع في العودة. لم ينتظر الحافلة وركب سيارة اجرة. قبل عصر ذلك اليوم كان في تطوان. قصد الى الملاح، دخل من زنقة المصلى القديمة ثم توغل في الحي. كان يمشيان بخطى سريعة يعلمان وجهتهما. في حي الملاح مرورهما لا تخطئه العين، هما غريبان عن الحي.
في زقاق ضيق تقدم محمد نحو باب صبغ بلون أزرق. فوق الباب كتب الرقم 6. قرع الجرس. لم ينتظر طويلا فظهر رجل يبدو من منظره أنه في الأربعين من العمر، وقد يكون تخطاها بقليل. كان ذا بنية قوية معتدل القامة حليق الرأس. ابتسم لما رآهما، نظر يمينا ثم يسارا، ولما اطمأن أن لا أحد في الزقاق دعاهما إلى الدخول. دخلا تباعا ثم أغلق الباب. الرجل حليق الرأس معروف في حي الملاح، اسمه عبد العزيز بلبن، المقربون إليه يدعونه عزيوز، الظاهر من نشاطه تجارة السمك، ولكن الوجه الخفي هو وجه الوسيط في تجارة الحشيش. كان يمثل حلقة الوصل بين المنتجين في منطقة كتامة والمروجين في تطوان وطنجة والقصر الكبير، ويرتبط بنشاطه ذاك نفوذه الممتد عبر شبكات التهريب والسرقة. ما أن جلس في غرفة لا تنالها أذن تسترق السمع حتى طرح الرجلان الموضوع الذي جاء من أجله. قال ميمون الزراق إن شخصين كانا يسافران معهما في الحافلة التي انطلقت من تطوان إلى الناظور سرق الحقيبة التي كان بها ما قبضاه لقاء صفقتهما الأخيرة. كان عزيوز يعلم أنهما قبضا 25 مليون سنتيم. كانت نظراته تبدي بعض الاستنكار لكونهما عادا إليه، وكأنهما يريدان تحميله مسؤولية السرقة، ولذلك تدارك محمد الموقف وقال إنهما ما قصداه إلا طمعا في مساعدتهما. أضاف الرجل أنه يكاد يجزم أن من سرق الحقيبة ركب معهما الحافلة من تطوان، كان اثنين واختفيا معا ومعهما الحقيبة في باب الرد. رد عزيوز بأنه سيعمل كل ما يستطيعه لمساعدتهما، طلب منهما أن يعودا إليه في الغد. أمضيا ما بقي من اليوم يتجولان في تطوان، وقد دخلا مرتين المحطة الطرقية، كان يتوقان إلى مصادفة وجه من تلك الوجوه التي سافرت معهما. وفي المساء قصدا نزلا واستأجرا غرفة أمضيا بها الليل. كانا مرهقين، أملهما الوحيد الآن في استرجاع ما سرق منهما، ما قد يتوصل إليه عزيوز. هما يعلمان أنه إذا ما تمكن من ذلك سيقتطع لنفسه إتاوة، ولا اعتراض لهما على ذلك. صباح اليوم التالي بينما كانا يتناولان الفطور في مقهى قريب من باب النوادر، رأيا شخصا ظن ميمون أنه كان معهما في الحافلة. قرر أن يتبعه. كان يسير في اتجاه المحطة الطرقية. قال محمد لصاحبه إن الرجل إذا ما أحس بأنهما يتبعانه فسوف تكون له ردة فعل. التفت إليهما، كان في الرصيف المقابل لا تفصلهما عنه سوى بضعة أمتار. نظر إليهما بعين خائفة، أسرع الخطى. إذ ذاك أيقن أنه أحد الاثنين اللذين غادر الحافلة في باب الرد. انطلق ميمون نحوه مسرعا، أدركه في المنعطف المفضي إلى المحطة، أمسك به، حاول عبثا أن يتفلت، تظاهر بأنه لا يعلم سبب إمساكهما به. قال له محمد: أين هي الحقيبة؟ أي حقيبة اتركاني؟ تلك التي سرقتها مع صديقك من الحافلة في باب الرد. لست أدري عن أي حافلة تتحدثان. في تلك اللحظة فقد ميمون أعصابه ووجه إلى الشاب صفعة قوية كادت تفقده توازنه. لدي أقوى منها إن لم تقل لي أين هي الحقيبة. لم يرد. أمسكه ميمون من شعره، كان ينزل من أنفه دم. لم يشفع له ذلك، وجه له صفعة أخرى: اتركاني، سأقول لكما كل شيء. الحقيبة عنده. من؟ صديقي. وأين هو الآن؟ كنت ذاهبا للقاء به في المحطة. سنرافقك، قال محمد.
وإذا ما حاولت الفرار فإنك تعلم الآن أننا قادرون على أن نأتي بك ولو كنت في باطن الأرض. امضي نحن وراءك، إذا رأيته أدعه يأتي إليك، لا تثير الانتباه. تقدم الشاب نحو باب المحطة الطرقية، كان صديقه ينتظر. تذكر ميمون وجهه، كان يتساءل كيف السبيل إلى استرداد الحقيبة دون المرور عبر الشرطة. كان يراها معركة حاسمة لا مجال للتنصل منها. نادى عليه صاحبه، تقدم بضع خطوات وما أن صار في المتناول حتى أمسك به ميمون. قال له لا تحاول الهروب أو الإنكار، صاحبك اعترف بكل شيء، أين هي الحقيبة؟ صمت. عاد ميمون ليسأل أين هي الحقيبة؟ سأقول لك، لكن اتركني. لن أتركك. في غفلة منهما وبسرعة البرق استل سكينا من بين كتفيه وصار يهددهما. أتاح له عامل المباغة ولصاحبه أن يفرا. حاول ميمون اللحاق بهما ولكنه توقف بعد بضع عشرات الأمتار. عاد إلى صاحبه يلهث، لقد فر. ظل مكانهما عدة دقائق قبل أن ينصرف إلى حي الملاح. كانت الساعة تقترب من 11 لما وقف بباب عزيوز. كان قد استيقظ لتوه، وكما فعل بالأمس أدخلهما تلك الغرفة. أخبراه بأنهما صادفا شابين اللذين يشكان فيهما وأنهما أفلتا منهما. ضحك عزيوز وقال هل تظنان أني لم أعلم بمغامرتكما؟ نظر إليه ميمون بعينين جاحظتين، لم ينطق بكلمة. إذ ذاك قال عزيوز إن الحقيبة ستكون حاضرة بعد أقل من ساعة. أبلغهما أنه سيقتطع نسبة 10% لقاء خدمته، لن يمانع. جيء إليهما ببراد شاي وبضع حلويات، وبعد أقل من ساعة أدخل الشابان اللذان أفلتا من قبضتهما. كان مطأطأي الرأس. قال عزيوز سوف أعتني بهما شخصيا. لما أخرج وجيء بالحقيبة طلب منهما أن يعد ما بها وأن يتفقد أشياءهما الأخرى. كان المبلغ منقوصا ب25,000 درهم. ودع عزيوز. كانت الحافلة المتجهة إلى الحسيمة والناظور ستنطلق في 5 مساء، وقد أقسم ألا يبرح مقعديهما حتى يصل جماعة إسكر.